دكتور متولي، الأخ محمد، هم 6 ذكور وأخت، وما شاء الله هو يريد أن يعطيها حقها في الميراث، ولعلها لها عند كل أخ من الإخوة 6 كرات، هو يعني يعطيها حقها من مما يخصه أو يخصها لديه. فبقية الإخوة مختلفون، فماذا يفعلون شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقول للإخوة ولأمثال هؤلاء الذين يمنعون البنات عن الميراث، نقول اتقوا الله سبحانه وتعالى، فإن الذي أمر بالمواريث هو الله سبحانه وتعالى، وتلك حدود الله سبحانه وتعالى. وعدم إعطاء البنات نصيب من الميراث هذا أكل لأموال الناس بالباطل، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه من اقتطع من شبرا من الأرض من حق من غير حقه، يعني جاء يوم القيامة وهو طوقه من 7 أراضي. فبالنا ده قراط، يعني لو أنت أخذت من أختك شبر أرض واحد، شبر أرض واحد، هتيجي يوم الأيام فضيحة، هتيجي الشبر ده متعلق في رقبتك طوق بعمق 7 أراضي، 7 سماوات، 7 أراضي شبر واحد، فما بالك بقراط. فده اتق الله وأدي الحقوق إلى أصحابها قبل يوم التغابن، كما والصورة